هلا والله شباب، احنا الحين في قسم بانداي نامكو في E3، والحين بجرب لعبه كود فين. بس لكن قبل نبدا بس احب انبهكم شيء، انه تصوير هذا الفيديو بجوال الهواوي P20 برو. فخلينا نبدا، انا جدا متحمس على اللعبه دي، قريبه من شبيهه، يعني فيها روح دارك سول بس لكن بطريقه مختلفه شويه. اي بي جديد، ودنا نشوف الكثير على اللعبه. جربت فيها شويه بس عشان اعرف التحكم، بس لكن الحين بنشوف زياده. اوكي دوبنا بادئين، عندنا 15 دقيقه اتوقع، ما لعب لمده 15 دقيقه ابدا. فهنا ننزل تحت ونشوف ايش الوضع. هو عندي الظاهر زي المسدس اذا ما خضني الار2، فين الار2؟ ايش هذا الار2؟ اها اوه استنى استنى مات؟ والله مات على طول. طب اوه في لوك، اوكي كذا غير السلاح. ايوه هذا السلاح اللي كنت ابغاه، هذا السلاح. خلينا نشوف. واه وي ما زبطت، واه ما زبطت معي واحد والله يصاوبني. اوح والله قوي، والله المره قوي السلاح. امسك هذا ايش هو؟ والله يا ولد عندي سايد كيك رهيب، والله قاعد يلسع بالخلف. هنا في بيري، خلينا نجرب نسوي البيري. هذا اللي يجري. اوكي كويس، عنده زي ستامينا. اوه والله سويتها، والله سويتها. بس اما ماتوا الاثنين، بس شكلها ما هي صعبه زي بلود بورن ودارك سول والاشياء هذه. بس ما ادري هل هي عشان الديمو ام ماذا؟ مين هذا؟ واو على مهلك. ايش اللي نسيت ايش اللي تشقلب؟ الظاهر دائره. اي الدائره، اي دائره دائره دائره. حلو حلو حلو، خلينا نجرب نسوي. يا سلام سويته مره ثانيه الفيري يا ولد. في حركه هنا ابغى اشوف كيف يسويها، يشحن بعدين بوف. اوكي والله جيد الحركه، اقتليه بسرعه. هذه بنت اللي معي ولا ولد؟ والله ماني عارف بالضبط. واو 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 واو. اوكي قتلته. حلو والله، حلو اللعبه، عجبتني شيء اللي فيها، بس ما فيها اي صعوبه الى الان، ماني شايف صعوبه بصراحه. يعني عديت يمكن من 5 اعداء ولا يعني ما طقوني الا طقه واحده. استنى والسايد كيك اللي معايا هذا الخوي ذا مره قوي. اوكي هنا لقينا الصعوبه الزياده. اوكي اوكي دخلنا بالصعب. اوكي استنى والله شكلي حمود، شكلي حمود. استنى يا عيال استنى، خير اتفاهم. طب كيف عطني طاقه دقيقه بس بعرف العلاج كيف. يا حبيبي تراك ابثرتني، خلاص ابثرتني تراك. هل ممكن اسحب منهم دم ولا شيء؟ يا اخي والله ماني عارف. دقيقه والله يا بحاول اعرف وش اللي نجرب كل الاشياء. دقيقه وراي ذا لسه. ما زبطت. وخويه قاعد يتضارب مع الكبير هذاك. اوكي نحاول نشوف، نجرب كل شيء، نجرب فوق، نجرب يمين، نجرب يسار. ماني عارف اعالج نفسي. وين ذا؟ واو 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 شكلي مت، تدري؟ لا تقول لي مت يا اخي، والله ما اعرف كيف اعالج نفسي. يوز اي شيء. طب مت انا. ممتاز، خلينا شيء خفيف. ما جبته صح، ابى اعرف هذه الحركه ايش هي. لا عدمت. عادي عندي وقت زياده. مديني والله خربتها. هذه اوكي الحين عرفنا كيف نعالج نفسنا، عرفنا كيف. بجرب السلاح الثاني ذا اللي اخف. والله السلاح هذا احسن. بجرب الحركه دي يا اخي، كل ما بجربها بجربها مع هذا اللي هنا. What would it say there if it said no?
Oh, oh, so God, I don't let you. Oh, I'm gonna. اوكي مات مات والله مات اوه يلا يلا مين عندنا الزيادة الكلب المسعور صقعت كيف عالج نفسي مرة ثانية تحت اوكي ممتاز ممتاز يا ولد يا اخي البيري حقه رهيب والله رهيب ايوه خليك 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 يا اخي بجرب الضربة دي وماني قادر ماني قادر اوكي اوه اوه والله ضربة جامدة والله يا ضربة مرة جامدة وعلى فكرة زي ما انتم شايفين انه في استمنة في اللعبة دي هذا الظاهر اوكي يا اخي لا يطيحني مرة ثانية اذا طاح شكله طيح والله كان بيطيحني مرة ثانية اوكي هذه المرة عندي لا خلاص ما هي لي اللعبة ما هي لي وي وي دقيقة استنى استنى ما مت يا اخي والله صفر كان كيف عشت مرة ثانية شكل عالج فلوس الظاهر الظاهر الله المهم جربنا اللعبة شوية انا استمتعت فيها عجبتني فكره اللعبه يعني متحمس ومنتظر اني اشوف اللعبه بالكامل وهذا كان كل شيء ان شاء الله عجبكم المقطع اذا عجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناه ونشوفكم على خير ومع السلامه